للأسف اليوم تسأل مسلما كم قرأت من القرآن في يومك؟ فيقول ها اليوم والله ما استطعت مشغول. طيب كم تغريدة قرأت؟ قال حول 1000. ما عندك وقت لتقرأ القرآن، لتقرأ كلام الله الذي كله بركة. ووالله إن قراءة القرآن تنزل البركة في اليوم، وكلما أكثرت من قراءة القرآن زادت البركة في يومك. تقول ما عندي وقت لأقرأ القرآن، وعندك وقت لتقرأ التغريدات وتقرأ كذا وتقرأ كذا. ينبغي أن نرشد يا إخوة الأمر، وأن ننتبه لهذا